لي ثاني فقرة للبرنامج هي فقرة ثقافية. وسؤالنا يقول: ما هو مرادف كلمة فتور؟ فتون. سمعت بها من قبل كلمة فتور؟ صراحة ما سمعتش بها هذه. قولي لي حاجة واحدة أخرى. صح، معليش نمد لك أنا اقتراحات وأنت تتخير. ياك هاي صح، عندنا شدة ولا قوة ولا ضعف؟ أنت في رأيك وش مرادف تاعها وشنو هو؟ ما هو شدة. متأكد؟ ايه متأكد، انا بالي غلط. هو مرادف كلمة فتور، انت في رأيك وش معناتها؟ ضعف ولا شدة ولا قوة؟ مرادف شغل سينونيم ماشي انتونيم. ضعف ولا قوة ولا شدة؟ كلمة فتور. فتون. انا قلت لك خير بين ضعف ولا قوة ولا شدة. فتون شغل شدة. نعطيك فرصة أخرى. هيا بين ضعف وقوة وشنو؟ قوة. ما هو مرادف كلمة فتور؟ وشنو؟ مرادف كلمة فتور. فتور. عندك. نعطيك اقتراحات وأنت تخير. ياك. هيا صح، قول لي أنت في رأيك وشنو؟ معناتها شدة ولا قوة ولا ضعف؟ ضعف. ضعف. إجابة صحيحة. أيوة. فتور ما تعطينيش كما نقولوا عفسة هكا. خمم شوية إلا ما لقيتش مثلك اختيار. فتور ما جاية هكا شغل زعما ضعف قوة عفسة كيما هكا. راك قريب. أنا قريب. أك قلتها واحدة فيها. خير واحدة بين الضعف والقوة. أوا نور مامو الضعف. وما ماشي عارف. أكد. بدل رأيي. شوف أنت. قوة لا لا ضعف لا لا. إجابة صحيحة. مرادف كلمة فوتون. فوتون يقول لك فوتون. فوتور. يقول لك فوتور شغل هي القوة. القوة لا هو يقول لك القوة والعكس القوة سمى الضعف. فهمتني أختي؟